اليوم كما شفنا كانت ساخنة بأن المحامون ديالنا جبدوا بعض المؤسسات اللي ربما غيكون التعويض ديالنا، لأننا كما كنشوفوا بأن ما عندوش الفلوس، كنظنوا بعض المؤسسات غنلتجؤوا لهم باش يعطيونا التعويض كمؤسسة ديال النوطير، لأن النوطير هو المسؤول الأول. كما كانش النوطير كانت غتوقف في 7 ولا في 8 ديال الضحايا الوراق، فاش كيجيو النوطير وكيكون عنده عقود كان خصو ضروري بانه يمشي يقلب على 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 العقارات اللي كيجيب له هذا السيد. النهار الاول هو قال لك بان النوطير حتى هو من النوطير حتى هو حك عليه بانه ما كيوثقش العقود بان هاد الارض ولا هذه، كان بانه كيحفظ عنده الاوراق، وهاد الاوراق ديال الضحايا اللي كيحفظهم عنده ماشي قانونيه، لاقيتش ما خصوش هو يكون كتحفيظ عنده الاوراق، هو يا كموثق بانه مسؤول باننا مشينا عنده وسولنا على الارض وعلى خصو ضروري انه يوثق لنا العقود ديالنا. اول شيء هي المؤسسه ديال لي نوطير حنا غنتابعوها. المحامون ديالنا كيقول لك هي المسؤول الاول. ثاني شيء من البنك المؤسسه ديال البنك كانت متهربه، كان والي البنك في البدايه كان خرج بتصريح بانه منصوب عليه، اذا غنتبعوا البنك، لان البنك لا يعقل انك تدخل 100 مليون 200 مليون يوميا وكتخرج يوميا 100 مليون 200 مليون اسبيس، اذا علاش هاد الناس المسؤولين على هاد لابونك علاش ما كيسولوش على هاد الفلوس فين كتخرج فين كتمشي؟ البنك كيعطي السيد اللي نصب علينا كيعطيه الكريدي 40 مليار 20 مليار 30 مليار، لا هو ولا اصحاب الاراضي ما تيسولش هو على هاد الاراضي. واش حنايا كنمشيو كنبغيو ناخذ واحد في لابونك ناخذ واحد السلف، خاصكي تجيبي ما هي وما لونها وتجيب الوسائل كامله وتجيب العقارات، ولا عطاك مليون ولا جوج المليون، كيف يعقل هاد السيد ما عنده ولا شركه وما عنده ولا عقار وكيجي وكيقول لك احكا راه عطاه 40 مليار وعطاه؟ بالنسبه لينا حنايا على لي بان بوسكورا صاحب الارض، لي بان بوسكورا كينوض كيقول لك احكا انا منصوب عليا من طرف توا مطالب بالحق المدني، رغم انه عنده لي بانو كيقول لك انا راه ما عرفتش انا كان كيبيع وانا ما عرفتش ضحايا باب دارنا عنده قداش لي بانو باب دارنا، تينوض تيقول لك انا يعطيته عي باش يكون مقاول تصدق بدا كيبيع وهو راه صاحب المشروع لي بان دو بوسكورا راه ديال بنسوده راه ماشي ديال الوردي نهائيا، راه لا علاقه ما بين الوردي وما بين بنسوده، راه بنسوده لي بان دو بوسكورا ديال بنسوده فعلا عي كان عنده كان مقاول ديال بنسوده الوردي. كاين اربعه ديال الفيلات قال لك حكا اربعه الفيلات عطيتهم باش يديرهم هما يا عنده دابا تقريبا جوج ديال الفيلات وحدين اخرين اللي مبنيين وثلاثه ديال الفيلات على طور البناء. اذا هاد بنسوده اللي كيقول لك انا منصوب عليا، كيفاش منصوب عليه؟ هو كيطلع وكيدير كيقول لك انا عمري ما شفتو كيبيع، هو عنده لي بانو من طنجه حتى للقويره وعنده في المشروع ديال غلوريا لي بانو كاملين ديال باب دارنا وكيقول لك انا الوردي نصب عليا. اذا هذا واحد ثاني واحد الطرف ديال من اصحاب الاراضي باغي يتسلت وباغي يخرج من القضيه، واصحاب الاراضي كلهم كيقول لك احق منصوب علينا. هاد الوردي انا بغيت نشوف هاد الوردي واش خيال واش شيطان واش كلشي نصب عليه، نصب على والي البنك نصب على النوطير نصب على لي سناب. الناس مشينا حتى لبرا ودرنا شنو سميتو حطينا المسائل ديالنا وتنبيعوا، كيفاش انت حاط واحد المشروع وكتبيع فيه وما عارش بان هاد الشيء راه كله وهم؟ زيدوا الجماعات المؤسسات ضروري وضروري، درنا التوثيق في الجماعه نضنا درنا التوثيق في كيف يعقل اننا انا ما نثقش بالجماعه دايره التوثيق ديالي على الورقه ديال النوطير؟ نزيدو نوليو ثاني نمشيو العماله ديال بوسكورا حدا لي بيغو، انت الا بنيتي يا جوره تيجي يدق عليك وانت عندك مشاريع تقريبا كلها ديال الوردي في بوسكورا وما شافها لا عامل كيدوز عليها كل صباح ما شافها لا جماعه، كنمشيو كنشوفو حنايا لي بلان في الجماعه كنصيبو حنا لي بان دو بوسكورا كاينه 32 قطار وغلوريا عندها 4 ديال القطارات. انا من الناس اللي سولت قلت ليه راه دابا تنسمع انا النصب وهادي راه فلوسي مشات ليا، كيقول لك لي بان دو بوسكورا حقيقي لقيتاش المقاول معروف وما يمكنش المقاول ديال لي بان دو بوسكورا عينصب على الناس. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.